نعم علي، نبدأ أخبارنا من الريف الشمالي، حيث قصفت قوات النظام المتمركزة في حاجز مريمين بقذائف الدبابات الأحياء السكنية في بلدة كفرلاها في سهل الحولة شمال غرب حمص. كما تعرضت كل من تلبيسة، الغنطو، السين، حوش حجو شمال حمص لقصف عنيف دبابات والهاون من قبل قوات النظام التي تتمركز في القرى والبلدات الموالية له دون تسجيل أي إصابات. كما تعرضت بلدة تيرمعلة إلى قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام المتمركزة في قرية المختارية وشف المجانين، حيث طال قصف الأحياء المكتظة بالسكان. كما استهدفت منذ لحظات قوات النظام قرية غنيطات شمال شرق حمص بقذائف دبابات، وكما دارت اشتباكات عنيفة على الجبهات الجنوبية للبلدة لبلدة تيرمعلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة. كما قصفت قوات النظام بلدة كفرلاها في سهل الحولة شمال غرب حمص، مما أدى إلى وقوع قتيل وعدد من الإصابات. كما دارت اشتباكات ليلة أمس بالأسلحة المتوسطة بين قوات النظام وفصائل المعارضة على الجبهات الغربية والشرقية بيد التلبيسة. نعم علي، أما في الريف الشرقي للبادية لمحافظة حمص، قام تنظيم داعش بكمين في منطقة حميمة الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظة حمص قرب بادية دير الزور لعدد من السيارات التابعة للنظام، وتمكن التنظيم من تدمير آليتين وقتل وجرح العديد من عناصر النظام كما وردنا حسب أخبار تنظيم داعش الإرهابي. أما بالنسبة للوضع الإنساني كما أوردت الزميلة بتول، يعاني معظم سكان ريف حمص الشمالي بما فيهم تلبيسة منطقة سهل الحول منطقة رسان لحصار خانق من قبل قوات النظام، وغلاء بالأسعار وعدم تواجدها بسبب الحصار المطبق عليهم من قبل قوات النظام، وما زالت المناشدات مستمرة من قبل مكتب الأمة والطفولة لرعاية الأطفال بأن هناك نقص تام في مادة الحليب وغذاء الأطفال. نعم علي. نعم عثمان، يعني في المناطق التي تم استهدافها من قبل النظام، حركة المدنيين، هل هناك حركة نزوح أم ما زالوا في أماكنهم أو منازلهم يعني؟ نعم علي، بات القاسي والداني بأن قوات النظام تحاصر حمص منذ من أكثر من 5 سنوات، واندلاع الأحداث في سوريا طبعا سوف يدخل عامه الثامن. الشعب السوري وخصوصا في ريف حمص الشمالي المحاصر يعني تعودوا على القتل، تعودوا على الجوع، تعودوا على الحصار، تعودوا على البرد، فالناس فهذا الشيء اصبح من الاستهلاك المحلي لهؤلاء المدنيين المحاصرين الصامدين الذين يحاصرون هذا النظام بقواته من قبل الحواجز المحيطه به ومن قبل القرى المواليه لهذا النظام. نعم.